نحن كقوات سوريا الديمقراطية ننحني إجلالا وإكبارا أمام عوالينا الشهداء الذي أنجبوا أبطال بخير هؤلاء الشهداء. لولا خيرهم لم نكون في هذا المزار المقدس في صلية بمجين شهيد رومتا منيا شهيد ريبري منيا. هؤلاء الشهداء دافعوا عن أرضهم وعرضهم وعشقوا الشهادة ليس حبا بالموت ولكن إيمانا منهم بقضيتهم ودفاعا عن مقدساتهم. إن دفاعنا مقدس وهدفنا الثاني هو العيش المشترك بهذه الأرض حياة حرة كريمة. وثيقة الشهادة. الحياة الحرة هي ثمرة إرادة الشهداء. الاسم الحركي عقيد العقيدي. الاسم والنسبة عبد الرزاق عبيد.